سلاما لهذا الضياء، لشلال نور الإمامة، لهذا البهاء الموشح بالطهر والسجايا. سلاما لهذه الأرض التي حملتك وتطهرت بدمك الزكي، للتراب الذي تطيب بمرقدك يا سيدي، يا سيد المضحين والباذلين. ماذا نقدم لك وأنت السخي الذي كنت نهرا للعطاء؟ هل سنوفي وأنت الذي وهبت كل شيء وعلمتنا لغة الرفض والإباء، لغة الصبر والانتصار؟ ترتعش الأنامل شوقا إليك، وهي تنسج من شغاف القلوب حبها وولاءها يا ابن البتول. هذه الأنامل تتوحد تحت رايتك لترسم للتاريخ زهو كبريائك بسطور من ذهب النقاء ولآلئ التجلي والارتقاء. هذه الأنامل كخلية نحل نذرت وتعهدت لك بإخلاصها ووفائها، تتوقد بنورك وتتألق بألقك يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة بمبادرة كريمة ورائعة ومتميزة من مكتب سماحة أطلاء العظمى سيد الشيرازي بتبرعهم بهذا المفروش النفيس والضخم لمرقد الإمام الحسين عليه السلام، يدلل على عمق الحب وعمق الإيمان والولاء الحسيني لهذا المكتب، والذي يمثل شريحة واسعة وقيادة للطائفة الواسعة الموجودة في كربلاء. هذه المبادرة ليست الأولى وليست مبادرة جديدة، قد عودنا مكتب السيد الشيرازي قد سر على مثل هذه المبادرات ومثل هذه الرعاية التي تحث كل أبناء الشيعة على التمسك بإمامهم. هذه الأنامل تشير إليك وتحفر في لوح التاريخ معاني الحب وخلود المعاني. هذه الأنامل تتسلق وتعرج إليك يا سلم المجد، ولا مجد بعدك يا حسين. وهذا البكاء يستذكر نهر العطش الذي روى أزمنة قاحلة، يستذكر مصارع أجساد طاهرة وقافلة سارت إلى سماء عزتها وخلودها، حملت مشاعلها على رماح الغدر والبغي لتخترق الأزمنة. هذا العمل الذي نشاهده اليوم هو ليس بجديد على هذه الأسرة الكريمة التي دائما عبرت عن حبها للإمام الحسين سلام الله عليه، من السيد الشيرازي إلى أجداده، والذين كانوا سباقين بالتعبير عن هذا الحب في مثل هكذا مناسبات وفي مثل هكذا عمل الذي يمكن أن يقدم مقابل
الهدف الأكبر الذي قدمه الإمام الحسين والدماء الكبيرة التي لعلها سقت الإسلام حتى نبتت شجرة الإسلام لتثمر للأمة جميعا بما فيها من أهداف وبما فيها من معطيات وبما فيها من منهجية. معطر هو الفضاء الذي يلهج باسمك يا حسين، وهذه القبل التي تنهمر لأجلك على بردتك الخضراء، والأكف التي تتعطر من عطرك تتبرك بك وترجو الشفاعة يا شفيع المحبين ويا سراج الأحرار. أي دم سفكوه وأي نحر ذبحوه وأي رأس رفعوه على رمح ضلالتهم لأجل حبك يا سيدي تنحر القرابين وتسقى الماء قبل نحرها يا مذبوحا بلا ماء، يا قربانا شمخ صبرا يا سيدي يا حسين، أنت ماء الهداية يا نهر المحبة ويا شلال التضحيات، أنت ماء الهداية يا نهر المحبة ويا شلال التضحيات. فاليوم كنا على موعد بهذه التحفة وهذا النتاج الإنساني الطيب والخلاق، والذي أيد ودعم من قبل المرجعيات الدينية ليكون حلة جديدة تلتحف بها البقعة المطهرة والمباركة للإمام الحسين. وأعتقد نستحضر مع هذه الحلة وهذه البدلة الجديدة البراقة هو لبس العراق للحلة الجديدة، حتى يكون هناك اتساق ما بين حركة على أرض الواقع وما بين حلل يجب أن يلبسها جميع المؤمنين. يطوين الزمان وأنت الخالد، ماذا نقدم إليك؟ قلوبنا وأرواحنا نزفها إليك بهذا العرس المعطر باسمك يا حسين. قلوبنا وأرواحنا نزفها إليك بهذا العرس المعطر باسمك يا حسين، نتقدم إليك نرجو قربك وبهائك، نسعى إليك لهذه الجنة التي عطرتها بدمك الطهور، نسعى إليك بهذا الموكب الجليل علنا ننال الشفاعة يا شفيعنا. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ثار الله، السلام عليك يا سيد الشهداء، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. هذه البردة تشرف بإهدائها سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسين الشيرازي للروضة الحسينية. هذه البردة تمتاز بثلاث خصوصيات: الخصوصية الأولى
بأن العبارات المكتوبة عليها معبرة، فإن العبارة المكتوبة على وجه هذه البردة هي نفس العبارة التي كتبها الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه على قبر أبيه أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه: هذا قبر الحسين بن علي بن أبي طالب الذي قتلوه عطشانا غريبا. هذه البردة مصنوعة من الذهب كاملة، سواء الخطوط أو الزخرفة أو النقوش والورود الموجودة على هذه البردة كلها من ذهب ولؤلؤ. مفتوحة أبواب الجنان بحبك، وهنيئا لك أيتها البردة الخضراء المبتهجة بهذا المكان الجليل، هنيئا لك وأنت تحضنين قبر سبط النبي، وأنت تحضنين قبر الصريع السليم، وترفلين بالراحة والطمأنينة، وكأنك تستذكرين يوم عاشوراء فتسترين جسده الشريف. هنيئا لك يا من حملت قلوبنا إليه، فأبلغيه عنا السلام يا بردة الوفاء، وتشفعي لنا أيتها المعطرة في المكان المعطر. هنيئا لك هذا النور وهذا النعيم، وعذرا سيدي وعذرا سيدي على هذا القليل، فأنت الإمام الباذل ونحن المقصرين. عذرا عذرا يا سيدي يا أبا الشهداء ويا شفيع العاشقين، والسلام عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لمكتوب على يمين عرش الله عز وجل: إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. الإمام الحسين عليه السلام، وما أدراك من هو الإمام الحسين؟ كربلاء، وما أدراك ما كربلاء؟ محو أفئدة مئات الملايين من البشر في أنحاء هذه الكرة الأرضية. لو فسح لهم المجال للتعبير عن رأيهم، للتعبير عما في قلوبهم، لتقاطر عشرات الملايين نحو كربلاء المقدسة، امتثالاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحث الأكيد والشديد على زيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حتى وإن لم تستوعب المدينة ضيافتهم. اللهم تقبل منا هذا اليسير، واعف عنا، وارزقنا شفاعة الحسين، واحشرنا معه يوم القيامة،
اللهم بحق الحسين أبعد عنا كل سوء واكسر شوكة الحاقدين واحفظ لنا عراقنا عراق أهل البيت صلواتك عليهم أجمعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين.